سو سيدنا صباح الخير عليكم، نتمنى كل واحد يكون بخير وعلى خير. معكم في فيديو جديد، رحله جديده، مغامره جديده ان شاء الله. غادي ندير واحد الرحله بالبيكالا حتى لكوبنهاغن، من السويد من غوتنبرغ حتى لكوبنهاغن ان شاء الله. هادي تقريبا الساعه 8:30 ديال الصباح، 7 قلعت انا في الخرجه ديال غوتنبرغ. هاد المره هادي كنت من قبل درت واحد الرحله بالبيكالا من غوتنبرغ حتى لاوسلو، غير هو كنت نعس في لوطيلات حيت فرقت الرحله وما ديتش معايا البيكالا وساكا دولور. هاد المره هادي قررت انني غادي نبات برا، دي معايا الخيمه ديالي كيف تشوفوا. البيكالا هنايا وهاد شتا سميو شاريو ولا ما عرفتش شنو تيتسمى بالعربيه، المهم تيتسمى سيكل فاغن. هادي كريتها حيت ما عنديش انايا نورمالمون، هادي ديال الدراري الصغار اللي عندو الدراري الصغار تيهزوهم معاه هنايا لو. هادي كريتها من واحد لابليكاسيون، واحد لابليكاسيون دايرينها هنايا الناس اللي عندو شي حاجه ما تيستعملهاش وبغى يستافد منها، على الاقل يكري لواحد اخر حتى هو يستافد منها وفي نفس الوقت تدخل واحد الشيء ديال الفلوس. فهادي كريتها 3 ايام، المده ديال 3 ايام وغادي نرجع لمولاها. هنايا شنو عندي، اللي بغى يسول على ديك لابليكاسيون مرحبا، نقولها لي كتب لي سؤال في كومونتير ونقول له السمية ديالها. شنو عندي هنايا، الو اللي بغى يعرف شنو بحال هكا رحلات ديال شنو الحوايج الاساسيين عندك، خلاص قريعات ديال الماء هادو ضروريين، واخا الماء زيدوا معايا ماشي مشكل، في الطريق الواحد تلقى الماء موجود ضروري، هذا مهم. جي بي اس ضروري خاصو يكون، الا ما كانش عندك جي بي اس صعيب شويه باش تبدا تمشى في الطريق ديال الطوموبيلات صعيب، حيت الطريق ديال البيكالات هنايا بالخصوص هنا في اوروبا تكون بوحدها، الا مشيتي درتي جي بي اس عادي ولا غادي يقدر يدوزك لوطوروت، تصدق واحد تصدق ديما مضيع الوقت، غادي جاي غادي جاي. اللهم من الاحسن واحد خاصو ضروري يكون عنده جي بي اس. لقيتوني راه مازال ما فطرت، يلا وقفت هاد الوقفه هادي ان شاء الله باش نفطر. اشنو عندي هنايا اللور، هنا يا سيادنا عندنا الماكله ربما اللي تقدر تسالي من هنا للعشيه ولا من هنا غدا الصباح، حيت ما خاصش تدي شي حاجه اللي هي فريش بزاف غادي تقدر تخسر لك في الطريق. عندي هنايا لعيبات ديال الناس، هذه ناموسيه تنفخ البومبا ديالها ساك كوشاج. المهم كيف شفتوا معنا هادشي اللي كاين في هاد العربه السحريه. خليكم معنا نشوفوا الرحله كيدوز ان شاء الله. هاد الطريقه هادي جديده عليا بالبيكالا اول حاجه، حيت مولفت نمشي لها بالطوموبيل. بيكالا تتشوف مناظر طبيعيه زوينه، راكم عارفينها اسكندنافيا كي دايره. نشوفوا شنو مخبى لنا الطريق ان شاء الله، نتمنوا نوصلوا بخير على خير. الوجهة الاولى غادي نمشي ل هادشي يدير في الهدف ديالي النهار الاول، خاصني نوصل لواحد المدينه سميتها هالمستاد، بعيده ب 170 كيلومتر على غوتنبرغ. والنهار الثاني، النهار الثاني يا سيدي من هالمستاد لكوبنهاغن، هذا هو البلان ديال الرحله، نتمنى اننا نمشيو عليه بلا ما نتعطلوا بلا والو. يلا خليكم معنا نتشافوا واحد شويه، تشاو.
سو سيدنا وقفت واحد الوقيفه خفيفه بالزربه هنايا بانت لي واحد اللعيبه خلاص ما دار الطريق كلها عامره غير مناظر زوينه ما عنديش اي الوقت كيف قلت لكم ما عنديش كيفاش نبدا نوقف كل وقيته ونصور بان لي واحد اللعيبه هنايا هادو تروي انتباه هاد الحجيرات هادو كيف تشوفوا الحجرات ما عرف شنو واش فيهم شي واش شي مقابر قديمه الله اعلم واش شي ديكوراسيون دايرينها غير هكاك شي حاجه ما عرفتش الصراحه تات لي انتباه قلت نصورهم نشوف من بعد نقلب عليهم نبحث عليهم في جوجل نشوف شنو كاين المهم كيف تشوفوا هاد الحجيرات هادو موقفينهم هنايا طوال جايبينهم على هاد النزله هادي ومقابله مع الطبيعه ديال او الاراضي الفلاحيه ومليات البحر ومورانا عاوتاني البحر دونك خاصني نكمل الطريق باقي ليا تقريبا 120 كيلومتر تنضرب 10 كيلومتر تنطلع على داك الكيلومتراج باقيات تنتخلع المهم كملوا الطريق ديالنا يلا نتشافوا واحد شويه تشاو سيدنا كيف تشوفوا في الكاميرا ها هي شبيشة خارجة باقيين شادين الطريق المناظر تتغير صراحة ديال البنية هنايا واحد الناس قدامي تيدريني عتابنا تيدريني على الموتور ديال البيرمي او يبان لكم هنايا قدامي الموتور ديالو كاين القدام تيكون تيهضر معايا بواحد سون فيل ويدوز قدامي داك التران اللي تيمشي للدنمارك التران هذا ما عندوش السائق ما كاينش فيه او يبان لكم في الكاميرا هذه ديال الكاسكو التران ما تيكونش فيه اللي تيسوقو ولكن تيتحكموا فيه عن بعد تيكونوا ضروري خاصهم يكونوا كاميرات فيه باش يتحكموا سو سيدنا لقيتوني يلاه وقفت واحد البلاصه هنايا وقفت تندير واحد البوز صغير بان لي انايا يلاه بديت تندخل في البحر بدا تيبان لي البحر في الجنب الوغ قلت شنو ندير ناخذ واحد التميرات واحد التفاحه ناخذ بهم الطاقه باقا لي 100 كيلومتر بالضبط باقي خصني نوقف من بعد واحد 50 كيلومتر نوقف نتغدى ها اللي قلنا تدخل شي دخلت بحالك الرمله البحر ليه راك ندير التران ليه هذا الجي بي اس باش غادي
ونور الباجاج. باقي مكملين الطريق ديالنا واخا بدا تيجري الجوع، ولكن باش موتيفي راسك قلت خاصني نضرب 50 كيلومتر اخرى عاد باش نتغدى. الا ما كملت 50 كيلومتر اخرى ما غاديش نتغدى. سو مكملين 50 كيلومتر ناكلو شي حاجه. وقفنا واحد الوقيفه خفيفه هنايا في واحد المدينه سميتها فاربيري، بعيده تقريبا مشي 90 كيلومتر على يوتوبوري. كيف شفتوا هاد البنايه بانت لي هي اللي وقفتني، ما كنتش عارف انا واش المدينه ديال فاربيري هادي. المهم وقفنا هنايا، وقفت واحد شويه ارتحت تقريبا واحد 5 دقائق. صورنا لكم هاد الديكور هذا ديال هاد الشكل ديال القصر، واحد الحيط كبير ولكن الفوق شويه ما مشي شي حاجه سبيسيال، راه تشوفوها في الفيديو و تيطلع على البحر. المهم هذه هي المعلمة ديال مدينة فاربيري، نكملوا الطريق ديالنا. سيدنا لقيتوني الانرجي مشات ليا بالمره. وقفت في واحد البلاصه تقريبا 112 الكيلومتر اللي ضربت لحد الان. هذه في قريبا المدينه ديال فالكنبيري. بغيت ناخذ واحد الساندويتش حيت الصراحه الانرجي مشات ليا وعييت صافي، ما بقيتش قادر نهائيا باش نكمل. خصني ناكل واحد شويه. اول حاجه ناخذ هاد العيبه هادي، يدينا كامل هما لاصقين في داك الفوق نقيدو تما، انا صراحه تعوم ورايا الهات والبحر راه قدامي لهيه. نوري لكم واحد شويه. هذا ساندويتش غنديرو قبل ما نوصل للهدف ديالي هاد النهار هذا اللي هو المصطاد. قلت ناكل هاد الساندويتش هذا قبل الوليمة الكبيرة، شي حاجة فعلة تاركة اللي غادي تشوفوها من بعد ان شاء الله غنوصلو بخير على خير. واحد الساندويتش عندي فيه من قبل شي لعيبات هنايا داك بحال شكل ديال الكاشير، غادي نحطو عليه هذا السردين ديال المغرب اللي يبان لكم هنايا، راه تبان لكم او سمعوكم.
من المغرب، داكشي علاش شريته، بانت ليا في ديك المغرب قلت ناخذها. سو ناخذ شي سريدينات هكا. عرفتي وصلت لواحد الدرجه صافي الانيرجي ما بقاتش نهائيا، بحال قول شي تليفون داك الباتري احمر وتيسني و تبغي تخدمو تيبدا تبلوكا بحال هكاك واقع ليا. تيجي في الطريق الناس بغا يديني في الطريق. من الفطور راني نايض مع 6 الصباح، من الفطور ما فطرت برا بعدا ديال اليوتيوب، وري كاين واحد الساندويتش هو فاش درت لكم داك الانترو تمايا قبال هذاك الانترو سيدي دخلناه في واحد الساندويتش بحال هذا الشكل هذا، ولكن ما فيهش السالمون. هاي ساندويتش بسيط يا صافي. من تما وحنا صايمين هاد الساندويتش هذا ريحته في شي شكل. بسم الله. اضرب اطحن. عندي واحد القرعانه واخا ما نشربش هاد المشروبات الصراحه، ولكن شريتها في الطريق فواحد الساسيون ديال الغاز. شريتها حيت شريت شي حاجه بارده لي معايا غير الماء، غير الماء اللي يجيب، ولكن داك البلاستيك ديال هاديك هادشي اللي جا مورايا، البلاستيك ديالو سخن الماء ولا طايب، ناموس كثير هنايا، أوف، صدقوا تناكلو في الناموس، حشرات. ما تعيقوش علينا الله يرضي عليكم، خليونا ناكلو. الله يلك شعر بالله. يلا زيدو نحلو راسنا منها. المهم غنخليكم ناكلو واحد شويه عاود نتشافوه من بعد. يلا تشاو سيادنا، لقيتوني ساليت الماكله، عييت حسيت بالعيا، راني تمحت في واحد اللعيبه هنايا. راه البيكار ولا حتى الجوبه ليا راه تغيم بلي طاح الشمبات، ولكن عييت. بقى لي تقريبا 60، لا ما كاملاش 60، شي كدا 50 كيلومتر باش نوصل. غنتكا واحد شي واحد 10 دقايق تقريبا ونكمل الطريق. يلا نتشافو من بعد في الطريق. تهلاو سيدنا. المهم بعد واحد النعسة خفيفة صراحة عاونتني، الانيرجي مشى ليا حيت فايق من 6 الصباح وما نعش الباح بكري، فالناس غلب عليا. كان خاصني ضروري نعس ديك النعسة، بلا ما نشعر راه نعس صراحة. كليت واحد الساندويتش وانا نعس. دابا نكمل الطريق، راني شاد الطريق غادي ل هامستاد. دابا راني قريب او لا حدا بجنب واحد المدينه سميتها فالكنبيري. هاد المدينه هادي حتى هي قريبه لهامستاد. غادي نوصل تقريبا ديالي مع 9، لا مع 9:30 الى بقيت بهاد الصوره هادي. 9:30 غادي يكون ظلام شويه، الجو باقي تبعاني الخيمه، خاصني نقد الخيمه نقد سيدي السرير، يا ضروري خاص الواحد ينعس شويه مرتاح.
صراحه فيا العيال اللي خليني نعس هنايا، ولكن لا قلت خاصني نمشي على حساب البلان اللي داير، حيت خاصني نقسم الطريق نتا عاوتاني ما نعقش نضيع الوقت في بلاصه اخرى. هادشي علاش بزز مني خاصني نكمل الطريق شويه. ما الا جيت نبدا ندير الخاطر لراسي شويه راه ما غاديش نكمل الطريق في الوقت. يلا نشوف واحد شويه. اوب لا واحد الطودان. صافي سيدنا باقي شاد الطريق، السبعة د العشية هادي ولا سبعة ونص، هاهي نتبع الجي بي اس شاد شاد الطريق مناش مدوزني. اضرب اوف طلع مورايا هاد السيريو متقني جوي لان عليا الطريق. اوه كيف تشوفوا خلينا ديك البلاكاليات فيها 8 كيلومتر اترجع للفالكن بيري. حنا يلاه كاملين الطريق هاد البراجات هادو كيف تشوفوا، هادو تي اللي جاي طالقه بلا فران تيوصل لهنا تيحبس، خاصو يحبس علاش كاين تقاطع هنا. هادشي كامل من اجل السلامه ديال الواحد. الحمد لله ما طاحتش الشا، شفت الجو بحال الا كانت طاح الشا ولكن ما طاحش، هذا من فضل ربي كيف تيقولوا. اما كون طاح الشا غادي تكرفصنا، واخا كنت عول عليها حيت شفت بلي غادي تقدر طيح الشا. المهم كملوا هالمصطاد باقى له 33 كيلومتر، هنا عطيني 38 كيلومتر. المهم جي بي اس عطيني خاصني ندور على اليمين، غادي نمشي نكملوا الطريق ديالنا. يلا نشوفوا الطريق كي دايره. تشاو. سو سيدنا لقيتوني يلاه شويه هادي وصلت، زربت على الخيمه هي الاولى حيت وصلت والشاسه تنقط واحد شويه، قلت نزرب عليها قبل ما تطيح الشمس هذا وغادي تكرفصها من داخل بالماء. حيدنا علينا الخيمه، بقى لي الناموسيه خاصني نفخها نحطها لداخل ونفخها. وصلت كان الغروب يلاه باقي تتغرب الشمس، داكشي علاش زربت على الخيمه. صور داك المنظر غير بانستغرام الناس. هادي راه 10 ديال الليل، الناس راهم تيعوموا ليات. هاد الشاطئ هذا تشوفوا ان شاء الله غدا الصباح، هذا من اطول الشواطئ انا تيبان لي انا لحد الان في سبيك. طويل طويل بزاف. سو غادي نحطو الكاميرا هنايا ونكملو يا سيدي التصوير ديال نكملو الخيمة ديالنا. واخيرا سالينا. سو اخيرا سالينا، ها هي الناموسيه ديالنا.
هذاك ساك وشارج اللي كتبها حيت نبغي الناس. سيدنا 12 الليل هذه تندير الباربيكيو ديالك.